بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال، بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك يا أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من أرض المونديال. مشاركة الأهلي وأرقامه القياسية في البطولة والحفاوة بمشاركة الأهلي ونتائجه والحقيقة وعروضه كمان، العرض المهم جدا اللي ظهر بيه أمام البايرن ميونخ، وما ينتظر الأهلي أمام بالميراس على الميدالية البرونزية بعد بكرة إن شاء الله. قبل ما نتطرق على بعض الأخبار والأحداث ونعلق عليها، بس أنا عايز أقول حاجة، ما تيجي نرجع بالذاكرة كده، نرجع من شهر ولا شهر ونص، ماذا كان يتمنى جمهور الأهلي بعد أن اطمأن إلى موقفه في الدوري العام؟ كان يتمنى للفوز بكأس مصر، كان يتمنى الفوز، مش يتمنى، قال لك كل اللي فاتكم وبطولة أفريقيا كوم تاني والتأهل للتاسعة، تتحقق كل الأهداف. لكنه الأهلي الذي لا سقف لطموحاته ولا طموحات جماهيره، وده كويس لكن وحش كمان في نفس الوقت. لما ننسى إن إحنا ما أنجزناه، ما انططأ أقدامنا هنا، ونبتدي نتحاسب على أهداف أخرى. يا جماعة، تقييم النادي الأهلي تم في القاهرة، انتهى. وأي حد قاعد في القاهرة عارف إن هو يتقيم على قعدته في القاهرة. إحنا بنتقيم على وجودنا هنا في المونديال. خدوا بالكم، محدش يجركم ولا يضايقكم في تحفيل ولا الكلام الفارغ ده. تم تقييم النادي الأهلي أنه بطل أفريقيا، بطل التاسعة والقضية ممكن، والثلاثية، وينتظره لقبان بإذن الله، ثم يأتي إلى المونديال بأحلام. يا رب نتجاوز فريق الدحيل القوي الذي سحق مش عارف مين وسحق مين واستعد وأنفق أكثر من 16 مليون دولار في الانتقالات الشتوية ولا 20 مليون دولار استعدادا أنا وهو بنلعب على المباراة دي. فيأتي الأهلي ويحقق الفوز الذي حضر منه الجميع. نجد أنفسنا في مواجهة بايرن ميونخ. هسألك مجموعة من الأسئلة. مين أحسن حارس مرمى في العالم؟ مانويل نوير طبعا. مانويل نوير. مين هداف العالم؟ ليفاندوفسكي. مين أحسن لاعب في العالم؟ ليفاندوفسكي. على حساب مين؟ رونالدو وميسي. وميسي. آه. أحسن لاعب في العالم وهداف العالم وجول العالم. طيب، أحسن فريق في العالم مين؟ حاليا في التصنيف بايرن ميونخ. أحسن فريق يكاد يكون في تاريخ البايرن. والفريق الحالي يا جماعه حقق الخمس ألقاب ويسعى للسته. الفريق الذي سحق المنافسون في كل المنافسين استاذ العربي. الذي سحق المنافسين في كل المواجهات في بطوله اوروبا. صحيح. مفيش فرقه نجت اللي عمل اداء جميل قوي خسر اربعه. الاتلتيكو. هو بطل دائم، بطل الكون للدوري الألماني. له خمس لاعبين في تشكيلة، وده ايه يعني لولا الملامة، خمس لاعبين في تشكيلة منتخب العالم اللي الناس بتختاره يعني بالتصويت وكده. عايزين نعرف ان احنا جايين نلعب، لكن هل معنى كده ان احنا يعني رامين الفوطة؟ ابدا. حاولنا، وانا طلبت ملخصات للمباراه، وربنا يسهل نبقى نحكي لكم ايه اللي فيها، مش هنحكي النهارده، عشان تكتشفوا ان فرقتنا لا، في فترات من المباراه جارت ولعبت، ولكن الفوارق البدنيه لازم ننتبه اليها. من حيث انت عارفين معدل السن، احنا معدل السن بتاع فرقتنا الحمد لله نزل كتير، لكن هم نزل كتير قوي. اي القوام، الأطوال، الأوزان، المهارات، وكل ده يدوب في قالب جماعي، والريتم اللي بيحتك بيه عشان يأهله أنه يحتفظ بهذا التنظيم وهذه القوة. إيه؟ بيلعب في الدوري الألماني، بيلعب في بطولة أوروبا. لو الأهلي سمح له كان أنه يحتك هذا الاحتكاك في الدوري الاوروبي وخد نفس، يعني احنا تخيل لو لعبنا 10 15 مباراه دوليه مع المدارس نظائر البايرن، مؤكد كان ادائنا هيبقى اكثر ثقه وتطور. احنا بنلعب في محيطنا،
بنلعب في أفريقيا، بنلعب في محيطنا المحلي. هذا أفضل إنتاج وإفراز لهذا المحيط، سواء الإفريقي الأهلي وبلا منافسة. ثم تلعب، إحنا بنبص لها من منظور الكبرياء، منظور إن إحنا الأهلي اللي بيخش أي حتة لازم يبقى مرشح للبطولة. أيوة، بس يعني لازم المنطق ولا منطق؟ لا يمكن أن ينتصر الله منطق إلا بالصدفة على المنطق. إحنا لا نعول على ماتش ممكن يحصل يقول لك خسر من النادي درجة تانية أو تانية. أنا ليه بحكي الحتة دي بطول فيها؟ علشان إحنا موضوع أن نستدرج بوعي من الذي يستدرجنا ولا وعي مننا لجلد الذات مش مقبول يا استاذ ابراهيم. طيب، ده كلام مهم، وكمان في تفاصيل كتيره هنيجي عليها ان شاء الله في مضمون حلقه النهارده. لكن عايز اقول لكم النهارده رغم ان الفريق كان اجازه من التدريبات واجازه من المباريات، انتهى امبارح من مباراه بايرن ميونخ، وبكره هيتمرن علشان ان شاء الله يوم الخميس هيلعب مع بالميراس البرازيلي على الميداليه البرونزيه. لكن كان يوم النهارده يوم مهم بالناحيه الخبريه في داخل البعثه. البعثة تلقت خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من اللجنة المنظمة بالفيفا بإيقاف لاعبي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا لخرقهما الفقاعة الطبية في نهاية أو بعد نهاية المباراة الأخيرة للأهلي مع بايرن ميونخ باستاد أحمد بن علي، الخروج من الفقاعة وإجراءاته. وبالتالي تقرر وفقا لخطاب الفيفا اللي أرسله للمهندس خالد مرتجي المنسق المعتمد مع الاتحاد الدولي بمنعهما من المشاركة في المباراة الأخيرة للأهلي مع بالميراس، مع التحفظ عليهما في غرف كل واحد في أوضته حاليا، وفي فرد أمن سيكيورتي تحت مراقبة الفيفا واقف على الباب. الموضوع في خطأ، في خطأ، وفي لائحة بتحاسب على الخطأ في الاتحاد الدولي، في لائحة بتحاسب على الخطأ في الاتحاد الدولي، ولكنه خطأ، هو خطأ تلقائي عفوي، وما أكثر يعني يعني اللي قال الطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا. صحيح، تتصرف بحسن نيتك تبقى في مشكلة. أنت بسرعة اتصرفت بطريقة، شفت حد يهمك أو عايز منبهر أو عايز تعمل يعني أيا كان الدافع، فمتصور أن السلام ده وتنزل يبقى أنت كده. لا، الموضوع كان، وبرضه فكره ان انت، ما هو انت الفقاعه دي تعبير جديد، معنى الفقاعه احنا مش فاهمينه قوي غير بالاجراءات اللي تمت هنا والتعليمات اللي خدناها، انما فكره ان الملعب وانت بتتبادل الفانيلات ومش عارف ايه، ممكن حد يسرح ويتصور ان الملعب ده كله بقى فقاعه. لا، فقاعه هو المستطيل الاخضر والطرق المؤديه الى حجرات الملابس، كل اللي فيها خاضع للاجراء ده. هنعتبر مؤكد البعثة وقيادتها يعني عارفين يعملوا ايه في الموقف ده. واعتقد ان اللعيبه دلوقتي فهمت ان مفيش حاجه غلطه صغيره وغلطه كبيره، هي غلطه تؤدي الى خرق لنظام العالم كله عايز يحترمه، علشان البطولات بمثل هذه التفاصيل الصغيره تنجح. خساره اذا استمرت بالطريقه دي، هو بكرة في مسحة، عشان كمان حتى مش عارفين يقدروا يروحوا الملعب ولا لا. ففي مسحة، ولسه الفيفا هيقرر الخطوة القادمة ايه. ما علينا، يعني احنا مش خلاص اللي حصل مش هنقدر نرجع الزمن، لكنها تجربة ما كناش يعني نتمناها، والخير في الباقي اللي موجود. وبرضو يعني درس لينا كلنا. صحيح، لانه النظام نظام. في البعثه ايضا علي معلول اصابته بشد في العضله الخلفيه، كنا قبل الهوا مع الدكتور احمد ابو عبله، قال هو قدامه 4 أو 5 أيام تحت التجهيز والتاهيل، فمش هيلحق مباراه بالميراس. ادي 3 لعيبه مهمين جدا، الثلاث لاعبين. وانت لما تشوف حتى الايجابيه في التلت الهجومي كانت متركزه في طاهر والشحات وكهرباء. صحيح، فانما ما احناش عارفين لو غيرهم خد الفرص هيتألق بإذن الله. بكرة إن شاء الله الفريق هيأدي المران الأخير بقى له في الدوحة، لأنه خلاص يوم الخميس المباراة الساعة 6 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت القاهرة،
وتليها مباراة الدور النهائي أو مباراة كأس البطولة اللي هتجمع تجريس المكسيكي مع بايرن ميونخ. المفارقة بقى إن المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في البطولة لحد دلوقتي عشان تواجه بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية. أيوة. يعني درس في منتهى الصعوبة. لكن أعتقد إن أنا متصور إن إحنا ممكن نشوف ماتش أفضل للأهلي. بالمناسبة وإن كان معلش أستاذ إبراهيم، يعني الزملاء هنا المخرجين عاملين مونتاج للماتش للدقائق بتاعت يعني الأهلي اللي لعبها، وأنا اتفرجت على الهاف تايم الأولاني اللي بيقولوا عليه سيء، ولقيت لينا لحظات حلوة جدا في الشوط الأول، وهيعملوا الشوط الثاني هتبقى معايا. لكن انتوا عارفين عرضها دي حقوق، يعني لا مش هنقدر نعرضها، انما هنقدر نعلق بعدين مش النهارده على توقيت التألق والشكل وده اللي العالم كله يحترمنا في هذا الأداء، لكن احنا كبرياءنا وطموحنا اعلى من كده زي ما بيقول الكابيتانو. بالمناسبه ما فيش فريق في افريقيا خلال بطوله كأس العالم للأندية دي الدوره 17 لم يسبق لأي فريق شارك من قارة أفريقيا أنه فاز على فريق من قارة أوروبا، ما حصلتش. حتى مازيمبي لما راح لعب فاينل ما كسبش فريق أوروبي، فبالتالي لا الأهلي عملها ولا غيره عملها. أنك حتى الآن الفوارق واضح أنها كبيرة يا باشمهندس. لا كبيرة بطولة العالم للأندية يا جماعة عشان نبقى على أرض الواقع، هي عبارة عن صراع بين مستويات القارات المختلفة، كل فرقة بتمثل مدرسة مختلفة من الناحية الفنية، الافريقي غير الاسيوي غير اللاتيني غير الاوروبي. حقيقي في تطور في الكره الافريقيه جامد جدا، ومن ثم في شمال افريقيا، والذي على قمه هذا التطور النادي الاهلي. ايوه. لكن انا هسال سؤال، هو كاس العالم اللي وصل ل 32 نادي دلوقتي ولا اكتر، 36 ولا 32؟ يعني في كم فريق من اوروبا، كم فريق من امريكا الجنوبيه، كم فريق من افريقيا، وكم فريق من اسيا؟ هتجد بالترتيب كده. ده انت بترد على اللي بيقول لك البطوله عنصريه والبطوله التمثيل فيها ما هوش عادل، واشمعنى بطل اوروبا يجي يلعب من النصف النهائي؟ وده انا مش برد عليه ده، لان ده ما ينفعش ترد عليه، واخد بالك؟ انا برد على اللي يعني بيقارن، ما هو اوروبا لازم بالاحتكاك المستمر والموقع الجغرافي اللي بيخليهم يلتقوا باستمرار بسرعة مع بعض ويرجعوا في نفس اليوم أو تاني يوم، كل دي عوامل، مع المناخ اللي هو البارد شوية اللي بيخليهم على طول يقدروا يلعبوا صيف شتاء، كل ده بيؤدي إلى تطور الكرة الأوروبية اللي بقت كمان تستقطب كمان المواهب من جميع أنحاء العالم. الفوارق كبيرة، الفوارق كبيرة، يعني أكتر من إن احنا نستهين بيها في جملة أو جملتين الحقيقة. بس المهندس عادل أشار إلى إنه فعلا الأهلي حتى وأنت بتخسر أنت بتحافظ على كبريائك وصورتك عند الناس اللي اتفرجت على المباراة، سواء في الإعلام المصري أو الإعلام العربي أو الأجنبي أو المنافس نفسه اللي لعبك، إيه المردود بتاع مشاركة الأهلي في البطولة حتى الآن برغم خسارته أمام بايرن ميونخ. خرجت جريدة المسا، الاهلي كافح والبايرن ناجح، بطل مصر وافريقيا خسر من بطل اوروبا بهدفين. اليوم السابع الاهلي يخسر بشرف من بايرن ميونخ بثنائيه في نصف نهائي مونديال الانديه. يلا كوره، طموح الميداليه قائم. بايرن يتاهل لنهائي المونديال وينقل الاهلي لصدام بالميراس، ما كانش متوقع الصدام مع بالميراس. ما هو ده بقول لك انت عشان تلعب بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه. موقع في الجول، الهزيمة الأولى لموسيماني، بايرن يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية. بيتس موسيماني المباراة الـ 22، المباراة الـ 22 له مع النادي الأهلي أول هزيمة يتلقاها من ساعة لما جه في أكتوبر الماضي، ده بالنسبة له كان مشوار طيب. لكن إن أنت بتخسر قدام أقوى فريق في العالم، لما تشوف الناس اللي اتكلمت على إنه برشلونة خسر من البايرن في وجود ميسي 8-2، فانك انت تلعب مباراه رسميه ضد اقوى فريق في العالم وبينه بين اعضاء هذه النخبه من النجوم الكبار، اعتقد النتيجه محتاجه ان احنا نقف عندها من دفاعا على الهزيمه، ولكن عشان نشوف الحذر ليه اللي كان موجود، الجزء المليء من الكاس. الحذر موجود لانه كل الناس كانت بتتكلم على النتائج الثقيله التي حققها البايرن السنه دي واخر السنه اللي فاتت.
كلها نتائج تقيلة جدا. صحيح. المسا موسيماني يعتذر لجمهور الأهلي، سامحوني البرونزية هديتنا لكم يا رب. بيتسو موسيماني بعد المباراة لما اتكلم اتكلم بواقعية شديدة جدا، قال لك المباراة كانت صعبة جدا جدا، احنا سعينا فيها ان احنا نقدم افضل صورة عن كرتنا، دخلنا المباراة بشيء من القلق والخوف، انت بتواجه افضل لعيب العالم، الفوارق في الملعب كانت كبيرة، لكن قال ان احنا كافحنا، احنا تعرضنا لضغوط كتيرة وشديدة في الشوط الاولاني، كان عندنا صعوبات فنية شوية ان احنا نطلع من ملعبنا، الخصم جاي واخد البطولة في منتهى الجدية، لكن قال ان احنا في الشوط الثاني رجعنا عملنا افضل فترات المباراة في العشر دقائق او الربع ساعة الاخيرة، لكن اكد انه ده بطل افريقيا في النهاية عنده كبرياءه، وده بطل اوروبا في النهاية عنده قوته، والمباراة كانت صراع بين مستويات مختلفة. ليه الشوط يعني احنا بقالنا مدة الشوط الاولاني الثاني ما بيبقاش ده الشوط الاولاني يعني حتى اخر ماتشين، طب ليه المرة دي اتعكست؟ لان انت بدأت غصب عنك، خلي بالك هي مش مسألة اعداد نفسي النهاردة قدام البايرن بالذات، يعني ممكن يبقى فيه نوع من الاعداد النفسي قدام فريق زي بالميراس، لانه الناس شبابنا ولادنا مش هيبقوا متابعين قوي زي ما يكون، لكن البايرن ده كل ولادنا على السوشيال ميديا متابعينهم لعيب لعيب، ايوه فما بالك لعيبتك، فكل واحد شايل هم لعيب بيشوفه بيأدي ازاي. انت اديت في الشوط الاولاني لكن تدريجيا بدات الرهبه والاحتكاك، وتنسى بقى انت يعني بقت مساله انك لما بتنقل 3 4 نقلات الله، طب ما انا ممكن اقلل 6 7، ده في هجمه في الشوط الاولاني 24 او 25 نقله انا عديتهم. وفي الاخر الجميل فيهم ان في نهايه الشوط الاول إن لما بدات الرهبه تروح بدات انت تتبادل برضو مع وجود الفوارق، ما بقولش ان احنا يعني احرجنا عملنا مش فجاه ازلنا كل الفوارق الكبيره جدا إنما بين الكره الاوروبيه والافريقيه، وده يقودني تاني استاذ ابراهيم ان احنا انا الاوان بقى احنا ككره مصريه بقى لازم يبقى في وسيله للاحتكاك بالمستويات العاليه دي بشكل منظم شويه، سواء على او الانديه او زي زمان احنا كنا بنلعب الانديه دي فكنا نتغلب ساعات، يعني احنا اتغلبنا الزمالك 7-1 من ريال مدريد والاهلي 6-1 من برشلونه، وبعد كده لما بدانا نلعب كسبنا بنفيكا وكسبنا ساوثهامبتون وكسبنا تبقى مباريات وديه اس روما مرتين وكسبنا اياكس وكسبنا يعني ولعبنا ماتش مع اتلتيكو مدريد كنا كسبانين 2-0 فاضل ربع ساعه، يعني خسرنا 3-2 لكن عايز اقول بقيت تؤدي لانك خدت على كده. الماتشات الوديه غير رسميه صحيح، عايزين نلعب بشكل مكثف لما تروح بقى جائحه كورونا الله لا يعيدها يا رب قريب او نشوف لها حل، لازم يبقى في تصور وكره يتصرف عليها شويه في مصر، يتصرف عليها مش في انتقالات لعيبه وعقود، في تطوير عليها في التطوير في التطوير. طيب الصحف المصريه تشيد، ده يمكن يبدو امر طبيعي لانه حتى الناس تبعت بعواطفها، وانا متخيل ان كل جمهور الاهلي وهو بيتفرج في حاله من الشد العصبي الشديد، وده بيأثر على قراره وعلى تقييماته حتى لمردود الاداء. الفيفا شاف اداء الاهلي قدام البايرن ازاي، والكاف اللي النادي الاهلي بيمثله في البطوله كان تقييمه لاداء الاهلي ازاي. هقول لحضراتكم، الاتحاد الدولي على تويتر قال نصف نهائي الكاس نهايه اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2-0 امام الاهلي مع اداء بطولي لرفقاء الشناوي، ده عنوان موقع الفيفا على تويتر، صفحه الفيفا على تويتر اداء بطولي لرفقاء الشناوي في الاشاره الى محمد الشناوي. استاذ ابراهيم تعالى نتكلم عن النتيجه، انت 1-0 وكنت مدافع وبعدين بدات تتحرم التحفظ وتحاول انك انت لحد الدقيقه 86 لو انت طالع 1-0 بالمباراه كان الناس هتشوف ان دي نتيجه مبهره وان في نجاح تكتيكي حاله دون، وان الاهلي منع البايرن من انه يسجل هدف تاني رغم ان الهدف سجل مبكرا بما كان قد ينبئ ان ممكن يبقى في غزاره في الاهداف. الدقيقه 86 تاخد الهدف التاني وانت في موقف الهجوم ولسه
مش متكدس دفاعيا، رجعت عليك الهجمة مش مرتدة، لكن ما انتش في موقف متمركز فيه دفاعيا بشكل اللي يحمي مرمك. جه 86 دي خلت شوية يعني أثرت شوية على القرار، لأن الناس اتضايقت من الجون ده. وأنا من طيب، إذا كان الفيفا قال أداء بطولي لرفقاء الشناوي، الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ده أنا بقول لجمهور الأهلي عشان يعرف مردوده عامل إزاي. الاتحاد الأفريقي على تويتر قال أداء عظيم من أبطال أفريقيا أمام الباير، جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة. الكاف بيقول للأهلي جعلتمونا فخورين. طيب احنا بنمثل مين؟ الاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية. وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنقول لكم تفاصيل كتيرة جدا هتعرف جمهور الأهلي قد إيه يجب أن يفخر بأداء فريقه قدام أقوى فريق في الكون. لما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يشكر لاعبي النادي الأهلي ويقول لهم شكرا على الأداء البطولي جعلتمونا فخورين بيكم، والاتحاد الدولي يصف الأداء بأنه أداء بطولي، ده على الصعيد الرسمي سواء من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي يا باشمهندس. الصحف الألمانية تقدير المنافس بقى لأداء الأهلي كان عامل إزاي؟ طبعا عايز أقول لكم أنه المشهد في الغرف الملابس وحالة التقدير المتبادلة والاحترام المتبادل بين الأهلي وبايرن ميونخ الحقيقة سبق المباراة. قلنا لكم قبل كده بالإشارة إلى الرحلة اللي كان عملها الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي لبايرن ميونخ، وكان في بروتوكول تعاون. شفنا إحنا السوشيال ميديا بتاعت الناديين إزاي عملوا ميكس أو فيديو مشترك بين النجوم هنا وهنا، لعيبة الأهلي بتتكلم بالألماني ولعيبة البايرن بتتكلم بالعربي بكلمات عملت حالة جيدة جدا أو طيبة جدا ومردود جميل. وشفنا كارل هانز رومانيجا رئيس الاتحاد رئيس البايرن ميونخ كلامه عن النادي الأهلي وتقديره للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب، كانت كلها أجواء حميمية رائعة جدا بتخليكم سعداء جدا إن أنت وأنت موجود في بطولة العالم للأندية أنت محل احترام وتقدير أقوى نادي في العالم دلوقتي. هي دي مكانة النادي الأهلي اللي المهندس عدلي قال لك كل واحد يتقيم مكانه، خليك في مكانك وتتقيم بمكانك اللي انت فيه. انا في القاهره اتقيمت، ما تجيش تكلمني وانا هنا. يعني اللي هنا كلمني اللي هنا بالظبط. كلمني بقى على المستوى العالمي، كلمني على مستوى فريق بيبادله الاحترام الاعلام العالمي كله. فالاقي الصحف الالمانيه اللي صادره يا باشمهندس بعد هذه المباراه على تويتر، حساب بايرن ميونخ الرسمي على تويتر، الاهلي قدمتم امامنا اداء جيدا، ده موقع الباير. مولر كمان على تويتر قال شكرا للأهلي على النصف النهائي الرائع والجمهور العظيم. يعني حتى هم أنا أسألك سؤال، سعداء جدا بالجمهور، مضطرين يقولوا الكلام ده اطلاق؟ يعني ما قالوش هنقول لهم ايه اللي عدم الجليطه دي ولا عدم منه. التقدير ده هتزعل منه؟ دي الناس دي قالت اللي هم حاسين بيه، بتعبر عن تقدير عن اللي هم حاسين بيه فعلا. يعني انت بتلعب مباراه هم شافوا انك انت لا ما كنتش لقمة سائغة، يعني سواء بقى نتيجة تكتيك حذر أو يعني. إنما إحنا زي ما بيقول الكابتن حسام غالي كبريائنا وتربيتنا عايزين الأفضل، بإذن الله يجي الأفضل. طيب مولر على تويتر قال شكرا للأهلي على نصف النهائي الرائع والجمهور العظيم. صحيفة بيلد قال ليفاندوفسكي يطلق بايرن ميونخ إلى النهائي. ايضا صحيفه سبوكس بايرن ميونخ يفوز على الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. واختلف سكاي سبورتس في نسختها الالمانيه، اللقب السادس يقترب، ليفا يرسل بايرن لنهائي كاس العالم للانديه. حتى هم عندهم تقدير كبير جدا لليفا كاحسن لاعب العالم طبعا. لا تقدير ايه هو يعني، اصل في حاجات تتكلم في ايه، كل واحد يتمنى يبقى عنده الكلام ده. فلما يبقى عندك انت حد تفخر بيه ما تضيعش وقتك. يعني هذا المدرب اللي جاء عشان يقدم افضل صوره لبايرن عبر سنين كثيره فاتت، لازم الناس تتعلق بيه، مش احنا نقعد نهمد. واحد بيلقى اول هزيمه له من بطل العالم وكانها المساله متاحه انك يعني. على فكره
الكوره مكسب وخساره وتعادل، طالما ان ما فيش تعادل تبقى مكسب وخساره، وارده تبقى يعني فرص ايه بقى؟ لا الفرص 9-1 مع بطل العالم يعني معاي فرقه موجوده هنا هتبقى كده. طيب كمان كيكر الالمانيه ليفاندوفسكي يقود بايرن لنهائي كاس العالم للانديه، وهنلاقي كل الناس اتكلمت في الصحف المختلفه عن هذا الاداء وهذا المردود. في الصحف العربيه الامارات، صحيفه الامارات اليوم شخصيه الاهلي اقوى من برشلونه امام بايرن ميونخ، خساره مشرفه برضو. يعني ان هو احنا انت عارف من ضمن المشاكل ان احنا هو برشلونه مش هيخسر تمنيات بعد كده، واخد بالك؟ ولو انه خسر الصحيفه الاماراتيه هي عايزه تقف عند شخصيه فريق لا ينهار، يعني البعض توقع انه الاهلي يجي فيه جون في الدقيقه 17 الطبيعي برافو. في الفرق اللي شخصيتها هشه شويه تنهار وتركب عداد بقى، انما انت شايف انه ما حصلش في الاهلي هذا الانهيار، تماسك حصل 86 دقيقه والقوي. يعني عايز ايه؟ هو ده التاكيد على اهميه شخصيه الفريق في الظرف. الرياضيه السعوديه الافضل في العالم يقود البايرن الى نهائي المونديال، في الاشاره الى نجمه الكبير. المنتخب المغربي خسر امام بايرن ميونخ ويتطلع للفوز على بالميراس، صحيفه مغربيه اختصرت الموضوع في بدر بنون. حقهم برضه يتابعوا ابنهم يعني. صحيح. الشروق التونسيه، مونديال الانديه بايرن ميونخ الالماني يتغلب على الاهلي المصري في نصف النهائي، لكن استاد الدوحه قالت البافاري في النهائي للمره الثانيه، الاهلي المونديالي يقدم عرضا خياليا ويخسر مع بطل اوروبا. اللي هو هيشوف الماتش ما عندوش قلق ولا عواطف ولا بتاع، هيجد فيه ومضات حلوه زي ما بقول لك كده. انت المتتبع الشوط الاولاني فضل ادائك يعمل، وبعدين في اخر 24 نقله بتعملهم مع هذا الفريق، لا حاجه بتخليه تقول لا الفريق الاهلي لو كان قد ادى مجموعه من المباريات الدوليه الثقيله ممكن كان يبقى اداء اكثر طموح. وهنا انا عايز افكر بحاجه يا جماعه، هو ده جيل اولا. أيوة. مشاركات الاهلي في بطوله العالم قبل كده مفيش حد من اللعيبه اللي موجوده معانا اللي بدات المباراه امبارح كانت موجوده في المشاركات السابقه. فبالتالي خلينا نفتكر مهندس عادل طلب في البدايه ان احنا نرجع شويه للوراء، انا هرجع شويه اكتر شويه. خلينا نفتكر 2005. 2005 اول ظهور للاهلي في كاس العالم للانديه، رحنا اليابان ورايحين بامال عريضه جدا، والاهلي عامل اعلى المستويات في بطوله افريقيا، وكان الكلام ان احنا هنخطف رجلنا يومين لطوكيو ونجيب الكاس ونيجي، ما تتاخروش. كله كان رايح يحدوه هذا الامل او عنده هذا الاعتقاد. رحنا خسرنا من اتحاد جده باداء كان ساعتها الاضعف للاهلي في البطوله، وخرج الاهلي في المركز السادس. لا لعبنا ماتشين خسرناه بس وبعد كده من سيدني اتعلم الاهلي الدرس. خدوا بالكم ساعتها كان في المجموعه الكبيره اعضاء الجيل الذهبي، بس انا عايز اكد لكم على اهميه الخبره. لما تشوفوا ان المجموعه الحاليه اللي موجوده من اللعيبه عناصر صغيره وعناصر جديده وعناصر حديثه المشاركه في البطولات الكبيره زي ديت، 2005 بكل العتاوله بتوع الجيل الذهبي خسرنا من اتحاد جده وخسرنا من سيدني، بس اتعلمنا درس كبير جدا. هو مانويل قال كده، جينا البطوله اللي بعديها قال ايه واحنا ماشيين؟ سنعود عشان نظهر الشكل الحقيقي للنادي الاهلي. رجع بالدرس، اللعيبه اتعلمت الدرس، اللعيبه استفادت من الموقف، اللعيبه بقت عندها خبرات الاحتكاك بمدارس كبيره مختلفة بهذا الشكل. كانت النادي بقى ثالث العالم مش بس وعمل مردود مدهش. ده كل الجرايد، كل المؤتمرات، برشلونه في مؤتمراتهم الصحفيه انا قلت كلهم قالوا الاهلي كان الاقدر بانه يلعب النهائي. ايوه يعني اعتبر حتى مدرب انترناسيونال اللي كسب البطوله بعد كده. ايوه امام البارسا صوته كان قد كده في اوضه اللبس بعد الماتش، قال لهم احنا سرقنا الماتش، احنا ما نستحقش نكسب الماتش ده. عشان كده دي كوره بيرجعها كابتن حسن مصطفى، رجعت لباكو الكسندر باكو اللي هو اللعيب الناشئ اللي كانوا بيباهوا بيه العالم كله، وهو واقف
في السكس يارد لوحده مش اوفسايد لان راجع من الخصم حطها في الجون بسهوله. لولا هذا ما كانوش كسبوا الماتش ده. عمل ايه الجيل ده بعد كده؟ شفتوا بقى انجازاته الكبيره. عشان كده جمهورنا لازم يحتضن هذا الجيل، لازم يبقى عارف ان دي لعيبه بتبدا مرحله جديده جدا هتدعم باستمرار، خبراتها او خبرات عناصرها هتزيد، هتتغلب على هذه المواقف عشان ترجع تاني البطوله السنه الجايه ان شاء الله راجعه لليابان. الاهلي هيبدا المحاوله بحثا عن العشره ان شاء الله يوم الثلاثاء، عنده مباراه المريخ السوداني في القاهره في بدايه دور المجموعات. فهو ده الدعم الايجابي المطلوب، ازاي نقدر ندعم هذا الجيل من هؤلاء اللاعبين عشان يرجعوا صوره الاهلي الكبيره تاني. انا بس برضو عايز اقول احنا هنلعب على المركز الثالث لكن احنا في الرابع. ايوه احنا دلوقتي معانا المركز الرابع، انت والمراس الاثنين في المركز الرابع. واحد هياخد الثالث. واحد فين عايز؟ اذا الماتش مفتوح على كل احتمالات برضو. أيوة. عشان ما نقعدش نقول ما يعني موسيماني يعني عايز يوعد جمهور الاهلي ان بالفوز. يا ريت كل مدرب يقدر يقول يملك هو يملك انه يعمل كل اللي عليه، بس وريني ايه اللي عملته عشان تفوز بس، وده المهم. بالظبط انت واللعيبه. اذا شفنا هذا تحقق الفوز هنفرح جدا، ما تحققش الفوز هنحترم نفسنا جدا، بس نكون عملنا يعني زي ما بيقولوا اخذنا باسباب الاحترام. طيب في الاعلام الدولي ايضا هقول لحضراتكم، البي بي سي قالت الاهلي يخسر امام بايرن ميونخ ويكتفي باللعب على المركز الثالث. قالت بايرن يلعب على الاهلي المصري في نصف النهائي، وسكاي نيوز هزيمه مشرفه للاهلي امام بايرن ميونخ. صحف جنوب افريقيا وراه الاهلي بقياده بيتسو موسيماني يحرم من المشاركه في نهائي كاس العالم بسبب بايرن ميونخ. هنلاقي معظم حتى الصحف البرازيليه بدات تهتم بنتيجه المباراه، لانه خلاص الخاسر هيلعب بالميراس، ففي تاكيد او اشاره للقائها لقاء بالميراس مع الاهلي. موقع بطولات قال لازارتي مدرب الاهلي السابق، الاهلي صعب المباراه على بايرن ميونخ ويمكنه الفوز على بالميراس. ده مدرب يعني عارف قدرات الاهلي وشاف ومرن في 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 في, في الامريكا اللاتينيه في اكتر من نادي. والله يا ريت يا عم لازارتي نقل عنه موقع بطولات. قال لازارتي في تصريحات خاصه لبطولات دوت كوم، قال على اداء لاعب الاهلي في المباراه، شاهدت المباراه بالفعل، كنت فخورا بما بذله اللاعبون من مجهود خرافي، لقد جعل لاعب الاهلي المباراه صعبه على بايرن ميونخ بكل نجومه الكبار، شعرت بسعاده كبيره وفخور بكل اللاعبين ومدرب الفريق بيتسو موسيماني، رغم الهزيمه يجب ان تكون سعيدا بالاداء والمجهود من جميع اللاعبين في الملعب، الفريق كان النجم الاوحد وهذا هو الشيء المهم، واعتقد ان الاهلي سيتاهل لنفس البطوله في العام المقبل ويقدم نتائج افضل. ده اللي انا كنت بقوله لكم من بدري قبل ما نقرا لازارتي كرؤيه، انه ده جيل بيكبر، ده جيل بينضج، ده جيل بيكتسب خبرات، معظمهم عناصر صغيره في السن، متوسط الاعمار اقل بكتير من قبل كده، محتاجين مزيد من الدعم، محتاجين مزيد من الثقه، محتاجين مزيد من الاهتمام بيهم عشان تلاقوا ان شاء الله دي نواه لجيل، نواه لجيل ذهبي جديد باذن الله. لازارتي تذكر قال لك تذكرت من اللعيبه اللي في الملعب فقط اللاعب اللي انا كنت بدربه في انبي مجدي قفشه. لا ده كروجر اللي قال كده. كروجر اللي قال كده، انما لازارتي اشاده كامله باداء الاهلي، وقال ان بايرن ميونخ فريق غني عن الكلام، فلما الاهلي يتمكن من الصمود قدامه بهذا الشكل يستحق التحيه. نجوم الفن برضو شاركوا بارائهم. ايوه وانت راجل فنان. كله يعني كتير من النجوم تفاعلوا مع المباراه ومع اداء الاهلي وغردوا بشكل مهتم جدا بالمباراه. المطربه الكبيره انغام قالت كل الاحترام لرجال وابطال الاهلي شرفتونا. ايتن عامر قالت فخوره بيك يا اهلي على الحلوه والمره معاك الاهلي، شكرا لكل الفريق الرجاله بجد. ندى بسيوني قالت شكرا للاعبي الاهلي رجال فوق العاده على الحلوه والمره دايما معاه الحمد لله. الفنان نبيل الحلفاوي شوط ثاني جيد
نتيجة معقولة أمام بطل العالم وهي التي توقعتها في السيناريو الأول؟ أمامنا الآن أهم مباراة المطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله. الفنان أحمد السعداني قال الحمد لله مع فرقة ما عندهاش عزيز ولا غالي ولا بتعرف الرحمة، الخروج بالنتيجة دي إنجاز كبير فعلا. الفرقة دي العالم كله بيقول لها هو أنتوا ما عندكوش أهل، ما عندكوش عيال يعني. طيب بصوا بقى، تخافوا عليها الناس حتى مع بعض بره، حتة التلقيح موجودة في كل الثقافات. في صحفي مدريدي بعد المباراة الراجل ما فوتهاش من غير ما يلقح على برشلونة وميسي اللي شاله 8 من بايرن ميونخ، فكتب ألفريدو دورو قال ما معناه بالعربي في الأهلي مفيش ميسي، قال في مصر جادين لا أحد يتقاضى في هذا الفريق أكتر من 555 مليون يورو في 4 سنين، ده الراتب بتاع ميسي. ذلك يعني طبعا شوف حساسيات هتلاقيه مدريدي الهوا ده. طبعا ما هو صحفي مدريدي. انما ذكر واقع يعني، هو استند الى واقع. ايوه، انما لو بصينا على التصنيف اللي صدر النهارده من احد المواقع المهتمه جدا ببطولات كره القدم وتصنيفاتها وفقا لنقاط المشاركات والمباريات، اعلنت القائمه. الفريق اللي كسب الاهلي امبارح هو الاول عالميا، يعني بايرن ميونخ يتصدر هذه القائمه. الاهلي في المركز الكام؟ 36. اقرب نادي مصري من الاهلي بمفارقه الارقام، الاهلي 36 الزمالك 136 في لائحه الترتيب. الاهلي تفوق حتى بالميراث، اللي هيلعب الاهلي ان شاء الله يوم الخميس جه في المركز ال40. الاهلي تفوق على بنفيكا، تفوق على بوكا جونيور، تفوق على انديه كبيره وجي ترتيبه في المركز 36. برضو صديقنا هاني ادريس في اليونان لفت نظرنا الى انه حتى اليونانيين من الجماهير العاديه متفاعله مع اللي حصل امبارح في مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. واضح ان الناس كانت متخيله ان في عداد هيعد الاجوان، فلما شافت ان في فريق مصري عنده هذا القدر من الصمود والرجوله والشجاعه في الملعب قبل المباراه باربع دقائق بدات المساله تبقى ايه ده، دي ناس واقفه على رجليها بجد وما بتنهارش، وده المكسب الحقيقي من مباراه امبارح. فقال المشجع اليوناني اعتقد ان فريق الاهلي ادى اداء معقول جدا ضد اقوى فريق في الكون، مدرب الاهلي كان منطقي جدا وتعلم من دروس مباريات برشلونه وتوتنهام وارسنال وبعض فرق البوندسليغا. فريق الاهلي لعب بقوه شديده في الدفاع وبروح عاليه جدا، لعبوا بلياقه بدنيه عاليه طوال ال 90 دقيقه. كل الاحترام لفريق الاهلي المصري. باذن الله هناك كثير من الكلام نقول كيف نواه هذا الفريق الواعد. وانا ما بقول واعد ماليش دعوه بقى دلوقتي بافريقيا ومصر، احنا اذا كنا عايزين بقى نتحاسب على المستويات العليا تعالوا نفكر زي ما بيفكروا ونتصرف زي ما بيتصرفوا. انا عايز اشوف الفرقه دي اللعيب بتاعنا في خلال سنتين دراعه قد كده. ايوه، وبطنه وعضلاته عامله ازاي وصدره عامل ازاي، وهم بيقلعوا الفانيلات الفوارق البدنيه بين الفرقتين. يوم ما نبقى عندنا هذا التكوين البدني والعضلي وهتبص تلاقي وحوش مع المهارات اللي موجوده، والله العظيم نتنقل نقله تانية خالص باذن الله. مجله الاهلي ايضا في عدد خاص صادر من البطوله بكل كواليسها وتفاصيلها، صدر بكره بالمنشط الاهلي يواجه ملوك الكوره. احنا بنتكلم على البرازيل لان الناس انشغلت ببايرن ميونخ، لا يوم الخميس الاهلي بيواجه ملوك الكوره. نغمه تانية بقى الصبا والملوك بطل افريقيا ينافس على ثالث العالم. يا عالم يا اللي بتتكلموا، الاهلي بينافس على ثالث العالم. وضمن الكواليس تفاصيل كتيره جدا عن اشادات الصحف وموقفها. صحف المانيا تشيد بالبطل الشجاع، ورومينيجا يؤكد اعتزازه بالاهلي
والخطيب ورصد لبداية مشوار العشرة بإذن الله تعالى مع الأهلي في عدد بالكامل يكشف كواليس مشاركة الأهلي في المونديال. كاكا بقى نجم المنتخب البرازيلي، ما دام جبنا سيرة البرازيل، كاكا نجم منتخب البرازيل القديم وريال مدريد في الكونفرنس بتاع الفيفا علق على مشاركة الأهلي وأدائه، وقال في تصريحات له على هامش هذه الندوة اللي عقدها الفيفا إنه ما قام به الأهلي في المباراة هي مرحلة النتائج بالنسبة لنا والفرق الموجودة من أمريكا الجنوبية، تعرف أن المنافسة صعبة جدا. وقال عن تجريس المكسيكي اللي هيواجه بايرن ميونخ الألماني، قال إنهم فريق رائع لديهم القدرة على ضبط وتيرة اللعب، من الناحية الفنية أحبه، إنهم بارعون في قيادة الفريق متى تسرع أو تهدئ. وأشاد بأداء الأهلي وقدم التهنئة إلى مصر بالكامل على التطور والاستحقاق على تواجد الفريق هنا، وقال تعبير الحقيقة، قال لا لما أنا شفت أداء لعيبة النادي الأهلي أدركت إن محمد صلاح ما هوش استثناء، إنه خرج من مدرسة فيها كورة بهذا الشكل لعيبة تصمد أمام شوف أنت محمد صلاح بايرن ميونخ، فقال لك لا ده مش نبت شيطاني. البناء البدني لمحمد صلاح على مدى العشر سنين اللي خرج فيهم ولا التسع سنين دول، شوف كيف تطور بقى واحد زي نفس التكوين العضلي بتاع أحسن نجوم أوروبا، وده اللي ساعده، ده اللي خلاه يحتفظ بسرعاته، يحتفظ بقوة التحاماته، يحتفظ بشخصيته، مش هايب الأجسام الفارعة اللي قدامه، لأنه هو عارف يعني إزاي يصد معاهم. أنت لازم تجهز نفسك بدنيا كويس جدا جدا، مش من ناحية اللياقة لكن من ناحية القوة والسرعة أيضا. أتمنى أشوف أن الفكر ده والفلسفه دي إن احنا نبدأ في قطاع الناشئين يا استاذ ابراهيم، يطلع لي اللعيب متغذي زي ما انت كنت بتقول، متغذي كويس، متمرن بدنيا كويس، ويتكمل على شغله التكتيكي فوق، لكن كده هيبقى عندك مستقبل للكوره، كده تقدر تقول انا الكوره بتاعتي تروح فين. هذه نقطه مهمه جدا للمهندس عادل بيقولها، لو احنا بنتكلم على دروس كبيره مستفاده مش للنادي الاهلي بس، لكل الانديه المصريه اللي عايزه تتطور، الاهتمام بالنواحي البدنية، الاهتمام بالبناء الحقيقي للعيبة، والأهم من ده على فكرة مش أقل من كده، مش أقل من الناحية البدنية والغذائية، الناحية النفسية. إيه معنى إنه اللعيبة تفضل مخضوضة من مواجهة فريق؟ إزاي نقدر مانويل جوزيه عملها، حتى كان استعان بالدكتور محمد فكري وكان شغال شغله كويس في حتة إزاي تقدر تطور شخصية اللاعب، إزاي تقدر تجرده من الضغوط اللي بيتعرض لها، ازاي تقدر تنمي قدرته والسعه النفسيه بتاعته بحيث يقدر يتحمل كل الضغوطات المختلفه والمباريات والبطولات الصعبه اللي بيواجهها. فريق بطل، فريق بيخوض تحديات كبيره قدام مدارس عالميه مختلفه، محتاج يكون عنده شخصيه لعيبه تقدر او تبقى مؤهله نفسيا لمواجهه ضغوطات كتيره بهذا الحجم. فاعتقد انه في دروس كتيره جدا من هذه المشاركه المثمره في بطوله العالم، لكن كمان ليها فيديوهات كتيرة جدا بعظمة لسانه هنمسك ناس كتيرة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم البداية لك أن تفخر أنك أهلاوي، ولك أن تفخر أن أنت بتحب نادي وبتشجع نادي العالم كله بقى بيتكلم عليه، والعالم كله بقى بيقدر كفاح لعيبته، والعالم كله بدأ بيقدر شخصية هذا الفريق وترتيب هذا الفريق، لأنه النهاردة الحقيقة كل وسائل الإعلام كانت مهتمية بما صدر يا باشمهندس عن موقع فوتبول داتابيز اللي عرض قائمة أندية العالم المختلفة بعدد نقاطها وفقا لعدد مبارياتها ومكاسبها. واضح أنه بايرن ميونخ طبعا بكل إنجازاته السنة دي محتل المركز الأول بتفوق كبير جدا، لكن احتلال الأهلي للمركز 36 كانت مسألة مهمة جدا، انك انت قدام فريق باشمهندس يحقق هذا العدد من النقاط ويجي اللي بعد منه الزمالك في المركز 136، فرق 100 مركز. شوف اي عملية تقييم تتحول الى ارقام لازم الناس ما تجادلش قوي فيها، طالما ان ليها معاييرها الثابتة اللي كل أندية العالم بتقيم على اساسها. فانت النهارده كل السؤال اللي كان في بالي وانا بقرا هذا التقييم
ومبسوط منه يعني. هو انا التقييم ده اتحسن بعد مشاركتي في كاس العالم ولا تاخر؟ هو ده تقييمك بقى وتقييم ادائك في كاس العالم. لا طبعا اتحسن. انت يعني اتحسنت طبعا. فالتحسن ده نتيجه ايه؟ انجازاتك في كاس العالم. انت للمره يعني الثالثه بتوصل للمركز الرابع عشان تلعب على المركز الثالث. نجحت مره وفشلت مره، ودي ثالث مره هنشوف هنعمل ايه. فانت عندك مركز ثالث ورابع قبل كده، انت يا ثالث ورابع. نتمنى ان نكون ثالث وثالث ورابع. نتمنى. ولكن تعال الاول اتكلم على هذا التقييم، لانه كمان ده انت سابق. مفيش نادي عربي، مفيش عربي أو ولا افريقي قبل منك. انت ضمن ال 36 النادي الكبير في العالم، يعني لو قلت قائمة الأربعين انت اللي بعد منك، بعد كده بنفيكا وريال سوسيداد وبوكا جونيورز، أندية كبيرة جدا في العالم انت بتسبقها. هي دي مكانة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم. واللي اتكلم عنها بقى ما دام جينا للفيديوهات، كارل هانز رومونيجا. رومونيجا واحد من أساطير الكرة الألمانية، وبالنسبة للبايرن ميونخ الرمز التاريخي والأسطوري لبايرن ميونخ. كان جيل البطولة وكان حريص حتى يكرم بعثة الأهلي ويقدم هدية أو درع البايرن ميونخ هدية للنادي الأهلي، وبعته مع الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي، لأنه كان موجود خارج الفقاعة فعرف أنه يلتقيه ويبعث للنادي الأهلي درع تكريم من بايرن ميونخ على مشاركة الأهلي في هذه البطولة وتأكيدا لهذه العلاقة. الوضع بتاع النادي الأهلي ده يقودنا الى ايه؟ هو انتوا اللي عمالين تنتقدوا؟ ها؟ بتنتقدوا ايه؟ الحقيقه انك انت فكرت ان احنا لازم نرد على كل الكلام اللي اتقال من منتقديه، وجدت ان ده نوع من الحرس في الماء. اللي بينتقدك ما عندوش اي قدر من الاستناد الى الواقع. واخد بالك؟ انت عايش في واقع وهو عايش في وهم. انت في فقاعه صحيه وهو في فقاعة الأوائم اللي مش عايز يخرج منها. فيقعد يصور نفسه، أنا لو كنت موجود كنت عملت. يا سيدي أهلا وسهلا لو كنت موجود، بس أنت مش موجود. أنت الأول خلي طموحك إنك تكون موجود، بعدين نتكلم لو كنت موجود هتعمل إيه. وبعدين قدامك يعني ست مرات عشان تحصل النادي الأهلي وتبتدي تتفوق عليه. هذا هو الواقع. الوهم بقى إنك أنت تقول أنا عتريس. أنا عتريس ده يوصلك إلى حالة مش طبيعية منتلي. يعني أنت حر بس الناس شايفاك عتريس. ده المهم. إنما أنت بتخاطب مين؟ هل أنت الحوار ما أنت بينك وبين نفسك، ولا بتخاطب العالم اللي عمالين نقول لك بيقول وبيقول 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 على الأهلي؟ أنت لن تنال من نادي الأهلي. والله أنت جبت حاجة مهمة فكرتني بحاجة بقى. يعني انتوا خدتوا بالكم الفيفا بيقول ايه على اداء الاهلي؟ اداء بطولي لزملاء الشناوي. طب الاتحاد الافريقي، شكرا لعيب الاهلي جعلتمونا فخورين باننا احنا افارقه. ده الاتحاد الدولي وده الاتحاد الافريقي. لما الاتحاد المصري لكره القدم يشعر بالتقدير لاداء النادي الاهلي وحسن تمثيله للكره الافريقيه ومن ثم المصريه، فيبعت النادي الاتحاد الافريقي المهندس احمد مجاهد مصري مذكره او 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 بيان تهنئه واشاده باداء النادي الاهلي. الاتحاد المصري احمد الاتحاد المصري كره القدم يبعت لا يبعت اشاده وبيان تهنئه للنادي الاهلي انه بيعبر عن تقديره وشكره للاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني على الاداء المشرف والصوره الطيبه التي ظهر عليها الفريق في بطوله كاس العالم. كاس العالم الاقي نجم كوره كبير زي احمد حسام ميدو بنقدر رايه وبنهتم بما يصدر عنه، يقوم كاتب اللي انا هقوله لك على صفحته: اول مره في حياتي ارى بيان تهنئه من اتحاد كره لفريق خسر في بطوله. اي عقل يقول ان اتحاد الكره يصدر بيان تهنئه للنادي الاهلي عقب الهزيمه من بايرن ميونخ؟ انتوا رجعتونا 30 سنه لورا. ده ساعه ما كانوا هم في كاس العالم يعني ولا ايه؟ ما هو شوف اه يعني
هنعتبره يعني ان الراجل يتطلع الى تطور غير موجود. ما دي فقاعه الوهم. ايوه هو انت هل انت يا كابتن ميدو انت نفسك قلت صعب ان انت نفسك وانت بتقيم ان ما ينفعش ان احنا نقول ان الاهلي ولا بايرن يكسب. لكن اذا كسب الاهلي هتبقى مفاجاه المفاجات. وهل هو مطلوب ان احنا في الله معقول نعتمد على مفاجاه المفاجات ولا الطبيعي عندما يحدث هذا نشوف حجم الخساره المتوقعه؟ خلص لان انا هجهز لك فيديو احمد حسام ميدو نفسه بقى بعظمه لسانه وهو بيتكلم امبارح على هذا الاداء الرجولي من النادي الاهلي. هل لما احمد حسام ميدو يقول ده امبارح ويشيد هو كان بيخاطب الجمهور لكن هي حلال على ميدو حرام على مجاهد؟ يعني حلال لميدو انه ياخد البنط ويشيد بالاداء ويشكر لعيبه الاهلي وحرام على اتحاد الكوره واحمد مجاهد انه يشكروا الاهلي؟ كمل عشان هنعرض فيديو ميدو. لا بس قبل ما تقول كده انا بس عايز ارجع تاني للحاجه اللي الناس كلها مش عايزه ترجع لها. لماذا تمارس الرياضه؟ ايوه يا جماعه قلنا 100 مره انا الرياضه انت مش بتنتصر على المنافس، انت بتنتصر على نفسك. أيوة. على نقط ضعفك، على غلك، على انهيارك لما تخسر، على غرورك لما تكسب، على انكسارك واحباطك وعدم قدرتك على بذل الجهد. والشعار اللي لهم بيقول لك المهم المشاركة، المهم بذل غاية الجهد. غاية الجهد دي في حد ذاتها هو الهدف من الرياضة يا جماعة. أيوة. فلما يجي اتحاد الكرة يرى ان النادي الاهلي عمل غاية الجهد ويقول له اهو كده برافو عليك، دي تزعلك يا كابتن ميدو؟ انت رجل احترفت وشفت وعرفت يعني ايه فوارق بدنية وفنية، وعرفت يعني ايه انك انت طب ما احنا ما ده المنتخب لما راح لعب قبل كده. انا عايز اسال سؤال، يعني احنا النهارده بايرن ميونخ ده مش يعتبر لانه في المنتخب الالماني هو خمسه منه في كاس في تشكيل المثاليه لكاس للعالم، طب في المنتخب الالماني هيكلوا العمود الفقري 90% من بايرن ميونخ. طيب انت في نادي مصري يقدر يلعب المنتخب الالماني؟ يعني عايز اسال سؤال، ويتوقع اذا ما فازش يعني او اذا خسر واحد او اثنين انه ما يتسقفلوش؟ بذلت جهدك، هو ده عملت ايه؟ انكسرت، احبط، بذلت جهدك، جالك جون مبكر، عمل فيك ايه؟ غير شخصيتك؟ هل انت احسنت انك انت يتقال لك برافو على روحك العاليه وبرافو على ادائك وبرافو؟ المنافس قال كده والمحايدين قالوا كده وعايزين نسمع ميدو هو بيقول كده. وانت قلت كده بس رجعت يعني حد كلمك او غيرت رايك ليه؟ ما اعرفش. طيب نشوف احمد حسام ميدو في قناه النهار في برنامجه ازاي شاف اداء الاهلي يا جماعه في البطوله، ازاي شاف اداء الاهلي في هذه المباراه، وازاي شاف ان العالم كله كان منتظر ايه من لعيبه النادي الاهلي. هل لعيبه النادي الاهلي ظهروا المستوى اللي يخلي اتحاد الكوره المسؤول عنهم واللي هم ممثلين ليه ومن ثم بالاتحاد الافريقي يشيد بيه؟ كمان هو انت عايز اتحاد الكوره يتجاهل هذه المباراه ولا يعلق عليها في حين قرب نفسه اشاده الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي يطلع هو يقول ايه بقى؟ عايز يقول ايه او يتجاهل؟ لا ده غلط انه اشاد بالاهلي. نشوف احمد حسام ميدو. النهارده الاهلي بيخسر 2-0 من بايرن ميونخ في ماتش السيمي فاينال لكاس العالم للانديه، والحقيقه في ماتش ما نقدرش نقول الا ان النتيجه كويسه، النتيجه يعني لاول مره ممكن يكون فريق مغلوب وتقول النتيجه كويسه، طبعا مقارنه بحاجات كتير او نظرا لحاجات كتير، نظرا للفارق الفني الكبير ما بين الفريقين، نظرا لان دي فرقه بايرن ميونخ فرقه في الموسم الماضي تعتبر اكتسحت كل الفرق الكبيره. يعني كل الفرق خدت سكور منها، فالنتيجه تعتبر بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه لاي حد بتاع الكوره لما حد يبص على النتيجه ان بايرن ميونخ كسب الاهلي 2-0 يعني اوكي نتيجه كويسه. على مستوى الـ 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 القتال والروح لعيبه الاهلي قتلوا ولعبوا بروح عاليه جدا وده متوقع طبعا، كل العالم بيتفرج على المباراه اللعيبه وهي دي المنتاليتي وهي دي عقليه اللعيبه اللي موجوده في الاهلي ان هم بيقاتلوا، فلعبوا مباراه من ناحيه الروح
مباراة جيدة جدا، كل اللعيبة بتقاتل، كل اللعيبة بتموت نفسها، كل اللعيبة في الكورة المشتركة رجالة، كل اللعيبة في الكورة التانية رد فعلهم جيد جدا. ده بالنسبة لماتش الأهلي وبايرن، بالنسبة للنتيجة وبالنسبة للمنتاليتي أو العقلية والروح والرجولة اللي جمهور الأهلي مستنيها من اللعيبة ومن الفرقة. طيب يعني شفنا ميدو نفسه قال لك، لكن لو هنيجي على مستوى الأداء وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى التنظيم، لعيبة النادي الأهلي أدت أداء رائع جدا، العالم كله كان منتظر إيه غير كده، في التأكيد والاعتراف بالفوارق الطبيعية بين الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية اللي ميدو لعب فيها كتير وعارف مستوياتها، وقال كتير إن عندنا صعوبة كتيرة، وحتى محمد صلاح الناس انتقدته لما اتكلم على المنتاليتي وعلى السكولز، الناس فكرته إن هو بيقلل من وضعنا أو بيقلل من مستوى الكرة المصرية، لا هو كان بيتكلم على المستوى اللي وصلت له الكرة الأوروبية، اللي احنا نفسنا إن الكرة المصرية والكرة الأفريقية تتطور في كل مراحلها لهذا المستوى، غير كده احنا بنحاول نكتسب خبرات، بس ما حدش يكون فاكر أو فاهم إنه في لحظة واحدة أو في مباراة واحدة هنختصر لا الفوارق دي. المباراة دي بالذات فتحت عينينا وعينين المسؤولين ضروري على حاجات كتير لازم تتعمل بقى. طيب هتتكلم على الأهلي؟ بلاش لأحمد مجاهد الراجل، ولا الاتحاد الأفريقي، ولا الاتحاد المصري، ولا الاتحاد الدولي. كارل هانز رومانيجا قلت لكم أسطورة بايرن ميونخ وأحد الأساطير الكبيرة جدا في تاريخ الكرة الألمانية، كان على الهاتف مع الزميل إبراهيم فايق، كان حوار مهم امبارح، اتكلم عن الأهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، نشوفه. بالتأكيد أعرف النادي الأهلي جيدا، فريق رائع، هو بطل أفريقيا وهو أيضا بطل مصر وحاصد للألقاب والبطولات، هو من وجهة نظري هو أفضل فريق في أفريقيا وحقق أهم الألقاب على الصعيد المحلي الصعيد الأفريقي أيضا. نحن نحترم النادي الأهلي ونحن في غاية السعادة بهذه المواجهة، نحن نقدر النادي الأهلي ونحترم هذا الخصم، بالفعل هو حقق إنجازات ونتائج رائعة. الأهلي أثبت ذلك بالفعل، فريق كبير، وعندكم في مصر محمد صلاح وأسماء كبيرة تعرفنا عليها، ما يعكس قوة الكرة المصرية والكرة في أفريقيا. أنا أعتقد هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، العلاقة ستظل طيبة. ما الرسالة التي يقدمها مستر رومنيجا لكابتن محمود الخطيب؟ أنا أتابعك وأعرفك جيدا مستر محمود الخطيب، بتمنى لكم التوفيق وبالاستمرارية في تحقيق الألقاب ونجاحات كبيرة لكم بكل تأكيد، وأتمنى لكم التوفيق مستر محمود الخطيب. رومانيجا رئيس تاريخي من 2002 للبايرن، خلاص، واعتقد راس يعني انديه الاوروبيه، رابطه الانديه الاوروبيه، الرابطه لفتره طويله برضو، وهو احد الهدافين التاريخيين الالمان. ذكر الاهلي بكل احترام، وذكر الكابتن الخطيب قال له أنا متابعك وأقدرك وأتمنى لك التوفيق. أنت لما بتتابع أحد أنت بتحترمه، أنت بتقدره، أنت بتهتم به، شايفه مش متجاهله. رومانيجا لما بيحترم النادي الأهلي مش بيحترمه لأنه عامل معاه بروتوكول أو لا، ده عارف تاريخه الإفريقي وعارف أنه أهم فريق في أفريقيا، وعارف أنه جدير بهذه المكانة، وعارف أنه يضم ألمع نجوم الدوري المصري ومتابع أدائه. لكن إزاي رومانيجا يشيد اتحاد أفريقي، يشيد اتحاد دولي، يشيد
كاكا يشيد، مش عارف مين يشيد، لكن اوعى يا احمد المجد، اصل انت الايه المسؤول المصري عن كرة القدم، ازاي تشيد بالنادي الاهلي ابراهيم؟ كل دول. طب مولر النجم الالباني الالماني المتالق، هل شاف الاهلي في ارض الملعب امبارح خصم سهل ولا صعب؟ نشوف. توماس هاو ساتسفايد يو ار اند فور ذا ريزلت، ما مدى رضاكم عن هذه المباراه وهذه النتيجه؟ نحن مسرورون بالتاكيد بالوصول الى المباراه النهائيه. الأهلي هو مثل بايرن ميونخ في مصر، وهو فريق كبير ولديه جماهير كبيرة ورائعة، والناس هنا في الملعب والجمهور كان إيجابي جدا، كان ممتع جدا أن نلعب هنا وأن نصل إلى النهائي، كان هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا. وبالتأكيد هذا هو الهدف الكبير، هو أن نفوز بهذا اللقب كي نحقق ثلاثية في موسم واحد ويكون ذلك رائعا. هل كان الأهلي صعب المباراة على البايرن؟ أعتقد أننا كنا أفضل، ربما كان علينا أن نسجل الهدف الثاني مبكرا، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أننا كان لنا ظروف أفضل وقوة أكبر على أرضية الميدان. ربما آخر 15 دقيقة سيطرنا على معظم أطوار المباراة، أعتقد أننا استحققنا الفوز بالمباراة، ولكن الأهلي كان خصما جيدا جدا. مولر لاعب الفريق وهدافه الكبير جدا، اللي هو يعني أعرق وأقدم من ليفاندوفسكي، لما جه الراجل ليفاندوفسكي ده يعني سحب البساط شوية منه، لكن مهاجم له رأيه. طيب هو لما عندما تحدث عن الأداء وهو بقى يعني لاعب، قال ايه؟ قال فوزنا، فرحان بالفوز، ولكن الاهلي اتعبنا، والاهلي فريق محترم جدا ويقدر النادي الاهلي. ده مولر وده رومانيجا. طيب ايه رايكم في مدربين المان اشتغلوا في مصر؟ يعني مايكل كروجر واحد من المدربين اللي دربوا في مصر، درب المقاولين، كان له تجربه طويله معاه، ودرب انبي، شاف الاهلي وبايرن ميونخ، رأي كروجر ايه؟ نشوف. يا all in all let's say I'm a little bit disappointed from the game. بشكل عام انا محبط من هذه المباراة. بايرن ميونخ لم يؤدي بأفضل اداء. اما بالنسبة للأهلي يدافعون من العمق، بالتأكيد على المستوى الدفاعي قاموا بأداء عمل جيد جدا. من وجهة نظرك النهاردة مين أفضل لاعبي المباراة من الفريقين؟ في بايرن ميونخ ليفاندوفسكي بالتأكيد لأنه سجل الهدفين، ولكن الأهلي ليس لدي فكرة واضحة، ولكنني كنت متفاجئ لأن هناك لاعب في الأهلي كان يلعب معي في إمبي، أعتقد أنه مجدي، ويقصد مجدي أفشا. أنا كنت مندهش أنني أراه في الملعب، ولكن كل اللاعبين الآخرين احترموا بايرن ميونخ. هو ده النادي الأهلي اللي بيدي الفرصة للعيبة اللي حتى كانت في أندية تانية. يعني مايكل كروجر وهو بيقول لك أنا متفاجئ إن اللاعب اللي كنت بدربه في إنبي فجأة لقيته في بطولة العالم للأندية. أيوه يا خواجة، هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي بيمنح الفرصة الذهبية لكل لاعب كان في أي نادي ينتمي إلى النادي الأهلي أو ينتقل للنادي الأهلي، فيفتح له أبواب المجد، عشان تبص تلاقيه موجود مرة واحدة وأنت في ألمانيا قاعد مش مصدق الراجل ده اللي أنا دربته في إنبي ده هو قفشة بعينه. لأنه ده النادي الأهلي، لكن الإشادة بأنه فريق النادي الأهلي دافع بعمق وبتنظيم جيد، ده يحسب لهذا الفريق اللي اهتزت شباكه في الدقيقة 17. في فرق كتيرة كبيرة غيره اهتزت وسقطت وانهارت وشالت، انما يفضل الاهلي بهذا التنظيم الدفاعي وهذا التماسك وهذه الصلابه لغايه النهايه. انت الهدف الثاني في الدقيقه 86 هي ديت شخصيه الاهلي اللي بتثقل من خلال مثل هذه التجارب.
حتى هو لاحظ ان ده اثر على اداء البايرن بالظبط، ما خلوش يؤدي في احسن حالاته. صحيح، هذا نجاح. صحيح، دي النقطه اللي لازم يعني كلنا نتنبه، انك انت وانت بتلاعب خصم قوي جدا تكون واقعي لدرجه انك تحجم قدراته على قد ما تقدر، وتكون واقعي جدا عشان تسمع بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بعد المباراه عن ظروف الجيم وايه اللي حصل فيه. نعم بالطبع، نحن لعبنا أمام فريق جيد جدا، ربما هم استحوذوا على الكرة ولكن بالتأكيد كان علينا أن نستحوذ على نحصل على الكرة، ربما كان هنالك قطع للكرة، كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل، ولكن بالتأكيد كان يجب أن نخرج في الهجوم المعاكس، ولكنه فريق كبير واستحوذ على الكرة، كان من الممكن أن نستحصل على ركلة ركنية أو مخالفة أو ربما أن نخرج في الهجوم المدد، كان علينا أن يكون ردة فعل ربما أفضل، وأيضا حتى في بداية الشوط الثاني ربما بدأنا بنسق بطيء، ولكن بالطبع نحن كان علينا بالتأكيد أن نثق أكثر في أنفسنا، بالتأكيد كان لابد أن يكون هنالك تطور وتحسن كبير، ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك. عفوا صوت السؤال غير مسموع. نحن لعبنا 10 دقيقة، بالتأكيد نحن نعرف أمام من نلعب، بالتأكيد هو ليس فريق سهل، ليس مثل الفريق القطري على سبيل المثال، لذا كان علينا أن نتحلى بالإيجابية. بالطبع كان من الممكن نقدم أفضل، هنالك بعض الأشياء التي نحتاج أن نحسنها، ولكن لم يكن ذلك سيئا، بالتأكيد نحن فاجأنا الخصم بايرن ميونخ. شكرا جزيلا. طيب يا باشمهندس، موسيماني واقعي جدا، وانت قلت لي حتى واحنا الواقعيه المسؤوله، الواقعيه المسؤوله، وهو لو اقتنع واكتفى لا يبقى هو هينقل هذه القناعه وهذا الاسترخاء الى فريقه. ايوه، قال لك كان ممكن يكون اسرع من كده، كان ممكن يكون عندنا طموح هجومي اكتر من كده، وربما يكون هو برضو بيحسس نفسه بفكره ان كان في الامكان افضل من مكانه. هو ده الكلام بقى، هو ده كلام، انك انت النادي الاهلي مهما عمل ما بيكيفش من نفسه طول ما هو حاسس انه كان يقدر يعمل اكتر من كده. ده كلام مسؤول، وكنت احب اسمعه في اللحظه دي من مستر موسيماني، ما يطلعش يقول لك كتر خير الدنيا، لا عملوا مجهود كويس، وقال لك ما يبصش ايده وشه وضهر يعني مش هو المدرب اللي يعني ما كانش ده طموحنا احسن من كده، وده لازم يبقى كده، حتى لو طلعنا بفرق جون كنت هتبقى كل النغمه دي مش موجوده خالص. ايوه، وكان بنفس الاداء لو جون ال 86 ده ما جاش كنت هتسمع كلام تاني خالص، ورغم كده لا، لازم نبقى باستمرار مش راضيين عن نفسنا. طيب بعد كل الجوله دي المتنوعه، اتنين من نجوم الجيل الذهبي اللي عمل كل انجازات الاهلي السابقه في بطوله العالم ديت، رايهم ايه في اللي حصل امبارح؟ بعد الفاصل نجمين كبار وكلام مهم. حضراتكم من جديد، لك أن تفخر أنك أهلاوي، لك أن تفخر أن أنت موجود في الحدث للمرة السادسة في تاريخ هذه البطولة. ما في بطولة أبدا إلا والأهلي يسجل فيها بصمته يا باشمهندس. طبعا يعني هو أنت جاي في زاوية إيه؟ التحدي اللي أنت هتتقيم عليه المباراة الأولى اكتسبتها، التجويد بقى من الثانية والثالثة، حظك انك وقعت في الثانيه مع اقوى فريق في العالم. تعمل اللي عليك، فانت في حدود انك عملت اللي عليك، لكن طموحنا كان عايز يعني ممكن نجيب جون ولا حاجه، يعني ازاي مش عارف، يعني عمال اتخيلها، شايف انها اقرب كوره كانت ممكن تيجي بتاعه كهربا لو جامده شويه، لان الجون كان فاضي لما نوير كان بره، عشان نوير بقى يفضل واقف كده كان ساعتها هيضطر يوقف الجول لو الكره دي جت جول. لكن ده ستايله، يعني بيجيبوا له لقطات في ماتشات في المانيا هو بيقف كده ويغني. فكنت اتمنى الكره دي لو ملت صح في وش رجل كهربا كان بقى جون، وجون هيقلب موازين التقييم كلها. طيب اتنين قلت لكم من نجوم الاهلي في الجيل الذهبي بقى، الكابيتانو والفنان حسام غالي وعماد متعب، الاثنين ليهم
حضور كبير جدا وبصمة كبيرة في بطولة العالم للأندية مع النادي الأهلي في صولات كتيرة حتى في البطولة الأفريقية. حسام غالي ازاي شايف أداء امبارح للعيبة الأهلي مع الباير في ام بي سي؟ نشوف. اللعيبة أدت المطلوب منها وكانوا رجالة جدا ولعبوا بجدية ويحسب ان العامل البدني لغاية آخر الماتش يا سيد اللعيبة واقفة على رجليها مفيش غير إصابة واحدة علي معلول وطول يعني طول الماتش اللعيبه واقفه على رجليها واقفه صح وبتدافع صح وبتجري وبتهاجم وبترد. عجبني جدا الالتزام بالواجب الدفاعي والناس كلها ورا الكوره زي من اول الشوط الاولاني. تلاحظ حسين الشحات كان في هجمه للاهلي وراجع سبرنت من 18 بتاع بايرن لغايه نص الملعب سبرنت. فكان عاجبني فيلت كان فيه تركيز واللعيبه كانت عارفه طبعا حجم بايرن كويس جدا ومش عارفين مش عايزين حد ياثر ومش عايزين يبقى واحد بس ممكن خارج الزوم بتاع الدفاع اللي هو محطوط لهم. ردود الافعال في كل حته في العالم دلوقتي ردود افعال مشرفه جدا وكان نموذج مشرف كتمثيل للكره المصريه في مصر. كل الحاجات دي كويسه جدا والناس كلها اشادت باداء الاهلي وامكانيات الاهلي وحجم النادي الاهلي في كل حته في العالم ودي حاجه كويسه جدا ومشرفه لينا كلنا. كابتن حسام غالي او الكابيتانو، لما بتسمع الراجل ده بتسمع كلام موزون وكويس. اولا من الناحيه الفنيه هو قال انا فخور باداء الاهلي واقفين على رجليهم ادوا باداء دفاعي منظم رائع جدا انا فخور بادائهم وأشاد بقدرتهم التنظيمية اللي خليته فخور. لكن في حتة في هذه الحلقة التي تحدث فيها عن اعتداده بالنادي الأهلي تحدث عن أسباب هذا الاعتداد وقال إحنا في النادي الأهلي بنتربى على الانتصار وكبريائنا بيخلينا نطلب المزيد ولا نتوقف عند حدود تقييم معينة. فهو الكلام ده لما يقوله بعد كده يشيد بالفريق إذن هو رأى ما يدعو إلى أنه يتحدث بالكبرياء ويتحدث باعتداد ويتحدث بفقر وفي نفس الوقت بيقول أن هي دي شخصية النادي الأهلي. طب ده الكابيتانو صديقه العزيز الفنان عماد متعب في أون تايم سبورتس. نشوف متعب رأيه إيه في أداء الأهلي مع الباير. فخور بالنادي الأهلي، فخور بجمهور النادي الاهلي، فخور باللعيبه اللي موجوده النهارده في الدور قبل النهائي في بطوله رسميه، مباراه رسميه. المباراه الوديه شيء والمباراه الرسميه شيء تاني خالص. فكره بقى الاداء نقعد نتكلم فيها، لكن كفخر فخر باللعيبه وفخر ان احنا موجودين في حدث كبير. النادي الاهلي على ما اعتقد لسادس مره موجود في كاس العالم للانديه، فده شرف للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته. النادي الاهلي على طول موجود في الصوره وموجود في الحدث والناس كلها بتشوفه وبتشوف طبعا النادي الاهلي كبير، لكن وجودك في الحدث بيعلي من شأنك اكتر. فنيا بقى فنيا انت بتلعب بايرن ميونخ، فرقه ما فيهاش غلطه عشان نكون واضحين وصراحه. يعني اللعب مع الفرق الكبيره دي محتاج مجهود ومحتاج توفيق كبير جدا ومحتاج كل اخطاء. النهارده النادي الاهلي لعب بطريقته المعتاده 4-2-3-1 مع اختلاف وظائف اللعيب. شويه كان بيرجع طاهر، شويه بيرجع حسين الشحات، تلعب اكنك بتلعب 4-1-1، يلعب قفشه وقدامه كهربا وقت 4-5-1. موسيماني مدير فني جيد، يمكن انا اعرفه على المستوى الشخصي، احنا كنا في استديوهات مع بعض. انت جيد دي يعني جيد ولا يعني كويس ولا يعني يصلح مدير فني النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اكبر من كده؟ يعني لا، يصلح مدير فني النادي الاهلي طبعا، بدليل النادي الاهلي اختاره. هو مدير فني عنده امكانيات، عنده امكانيات كبيره، وشفنا ده مع سان داون، شفنا ده مع منتخب جنوب افريقيا. ليه هويه، ليه طريقه لعب، ليه شكل، ذكي في تصريحاته، ذكي في تعاملاته داخل الملعب، ذكي في تعاملاته مع اللعيبه في اوضه اللبس. خد بالك التصريحات اللي قالها قبل مباراه البايرن تصريحات ذكيه جدا، بتفكرني بتصريحات مستر مان جوزيه. ممكن الطريقه بتاعته لسه ما تنفذتش ب 100% زي ما هو عايز. هو عايز يغير، يبدا الهجمه من تحت، عايز يلعب كوره، عايز يلعب كوره، يعني يجمع بين الكوره الجميله والكوره الايجابيه. اتفضل.
كابتن عماد متعب شارك زميله والنجم الكبير حسام غالي في الفخر بأداء لاعبي النادي الأهلي، وذكر الجماهير فخر يعني افتخار امتد إلى شكل الجماهير، ودي حاجة رائعة جدا كل العالم برضو أشاد بيها. ولكن لما جت سيرة موسيماني على لسانه أشاد بموسيماني وقال يمتلك الكثير ويقدم الكثير ومدرب ذكي، وإن كان لسه اللعيبة ما حفظتش قوي طريقته بالكامل عشان تتحقق الحسنيين الأداء مع النتائج. فيعني كلام لما بيتقال من ناس فاهمة تسمعه. المقاربة اللي عملها عماد متعب ما بين مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني، قال لك بيفكرني بذكائه وشخصيته. أنا نفسي نخرج من دي خالص. آه. لا مانويل حبيبها ولا أنا حبيبها. ولا هي منطقية على فكرة. ولا 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 عايز يعني لا الجيل ده هو اللي معه. ولا المنافس هو المنافس. ولا المنافس هو المنافس، ولا العصر هو العصر، ولا الشخصية هي الشخصية. ولا مانويل كان يتمتع بالحميمية الجماهيرية. كمان في حتة منهجية. يا أستاذ حتة نقطة. اتفضل. لا يعني مانويل كان يتمتع باحساس الجماهير، فكان على طول عايش في تفاعل. بعد قد ايه؟ بعد النقطه المنطقيه. يعني انت بتقيم واحد على 6-7 سنين بتقارنه بواحد على 6-7 شهور. ولا تقارنه ولا يصح، حتى لو لو عمل نفس النتائج ما ينفعش ان انا اقول موسيماني ولا جوسيه. ده مدرب رائع جدا زي موسيماني ولا فايتسا، موسيماني ولا جوسيه ولا هيديكوتي ولا كل دول مدربين، كل واحد قدم ما لديه. ولكن الفطرة بتاعة جوسيه عامرة بالألقاب وعامرة أحيانا بإخفاقات. ما طبعا احنا قلنا في 2005 فترة طويلة جدا. لا قلنا في 2005 نفس جوسيه ما انبسطش من النتائج اللي تحققت. فاحنا بنحاسب موسيماني في أول تجربة مع النادي الأهلي في كأس العالم وهو قد تخطى الدور الأول. يعني مش عايزين نقارن، لأن اللي وصل له جوسيه في ارتباطه بجماهير الأهلي صعب يتحقق، لان مفيش جماهير في المدرجات دلوقتي. لا في لا جماهير في المدرجات ولا المده تسمح. ولا الوقت هو الوقت، ولا الظرف هو الظرف، ولا المنافسين وحالاتهم هي نفسها، ولا العناصر اللي انت بتلعب بيها هي نفسها. يعني كل ادوات المقارنه او المقاربه مش موجوده. فيا ريت حتى بره المنطقه ديت وخلي كل مدرب ياخد حقه. في نقطه سخيفه بجد، سخيفه، خليني اقولها والله بجد سخيفه، بتتكرر في برامج مين احسن فلان ولا فلان. ليه ما فيش حاجه يا جماعه في حاجات زي كده؟ افعل التفضيل دي مش موجوده. مين احسن ليه؟ مين احسن؟ مين اشهر؟ مين اكبر؟ مين اكتر؟ ده الكلام ده جماعة جاهل جدا. افعل التفضيل بس عشان الاستاذ اللي هي على مين احسن، مين افضل، مين اكبر، مين اشهر. كل ما هو على وزن افعل. دي حاجه أفعل. حاجه في اللغه العربيه يتميز بيها صديقي ابراهيم. لا لا بجد، لانه هو انت فاكر اللي قاعد قدام التلفزيون عارف يعني ايه افعل التفضيل؟ هي فعلا فكره سخيفه ان انت باستمرار لدرجه انه طب احنا مستقرين على حجم شعبيه النادي الاهلي، لما يكون عندي رقم من الجهل او من تعمد تصدير الخطأ ان انا اقول هو مين اشهر، الاهلي ولا الزمالك؟ وده كلام ايه ده؟ مين اقوى على السوشيال ميديا، الاهلي ولا الزمالك؟ يا جماعه الكلام ده منهجيا غلط، لانه مبدئيا روح للسوشيال ميديا على كل منصاتها، اعرف كل نادي من دول عنده كم منصه، عليها كم نسب المتابعه بتاعته، تقدر تقول الاهلي منصاته الاعلاميه فيها كذا، وان كان الزمالك الاسماعيلي الاتحاد كل المنصات ديت مقاسه رقميا. فما تقدرش تقول او مش من حقك تقول ان انت مين اكتر ومين اكثر ومين اكثر تاثيرا. ده كلام منهجيا مش صحيح بالمره. ناهيك على انه بقى بيثير المشاكل بين الجماهير. تبقى كل مراكز بحوث الراي العام وقياسات اتجاهات الراي العام حاسمه المساله انه 72 او 74% من الجماهير بتشجع النادي الاهلي. مراكز يا استاذ ابراهيم، المعيار الذي لا يقبل الجدل السوق. خلصنا السوق، مين بياخد اعلى بس، مين بياخد اعلى رعايه، مين بياخد. قال لك الاهرام، احنا بقالنا 10 سنين مش مع الاهرام، ورغم كده اهرام ايه ده؟ الاهرام دلوقتي بيقول ولا يوم من ايام ما كان معانا النادي الاهلي، محدش بيجامل الاهلي. الاهلي بثقله يصنع الفارق في سوق الاموال والتسويق الرياضي. طيب الزميل هاني حتحوت
تساءل عن طبيعة إصابة علي معلول، هل امبارح علي معلول لما يخرج بدري قوي كده ويمسك الخلفية هل تعمد الإصابة والهروب من المباراة؟ ايه ده؟ الكابتن ضياء السيد فسر اللي حصل. ما عداش نص ساعة وكان مصابا بشد، فقرر الأهلي إراحته عشان يتم تجهيزه لمواجهة بالميراس، بما انها إصابة في الخلفية فما تتقالش اكتر يومين. هما بيقولوا النهارده في الموقع الرسمي طبيب الأهلي بيطمن الناس، لانه في تقل واحنا بنحاول نلحقه، خوفنا من تفاقم الاصابه فقعدناه. البعض قال، هقول لك كل الاحتمالات وان كنت انا لا اميل للاحتمال ده ان انا اقوله اصلا، لكن في ناس قالت لا ده حس بان الضغط والدنيا صعبه راح لا طبعا وقع. معالي اكتر واحد عنده ثقه. متفق. النقطه الثانيه انه التوتر والضغط الشديد ده نفسيا اصاب وعضليا اكتر واحد يبقى عنده ثقه في نفسه علي معلول، هو تمام. عارف تقريبا انه نمره واحد فرقه النادي الاهلي. واخيرا انه الناس بقى قلقت من التغييره، قلقت على شكل الاهلي، فهل كان شكل الاهلي هيتغير لو كان استمر علي معلول؟ لا. عن لما لا. ايمن اشرف راح، لان علي اساسا بيبان اكتر في الناحيه الهجوميه. ما انا ده اللي بقول لك عليه. يمكن ده اللي كان هيحل الحته اللي بتتكلم عليها. ما كانش هيحلها، لانه لما حصلت الهجمه او الثلاث هجمات ما بانش ان في ترتيب ليها، ما بانش فين من جريه اللعيبه، ما بانش من اللعيبه حيره اللعيب اللي في رجله الكوره. لكن علي قوه كبيره جدا ووجوده مهم، لكن هو جاله شد. انا مقتنع ان هو جاله شد. طيب باشمهندس، الكابتن ضياء السيد يعني في التاكيد على انه علي معلول لاعب عنده ثقه، عنده خبره، لعيب دولي كبير، وشفنا امبارح يعني هو مرتين يمكن يقف شويه على اساس انه يحاول يكمل الى ان بدا يشد، يحس بالشد بجد. هو علي معلول يعني محتاج انه يتهرب ليه؟ وهو يتمنى المشاركه في كاس العالم للانديه ويلعب قدام بايرن ميونخ. لا لا، وضيع لك لعيب عنده خبرات وثقه، وهو في الملعب يعني ما كانش في حد احرجه يعني عشان يهرب منه يعني. يعني بالعكس، ناس كتير شايفه ان خروجه يعني من سوء بخت الاهلي. وان كان ايمن اشرف وياسر ابراهيم لما عيد تنظيم خط الدفاع، راح ايمن اشرف ناحيه الشمال ولعب مكانه ياسر، لا ادوا الاثنين بمنتهى الشجاعه ومنتهى القوه ومنتهى الفدائيه، كانوا من نجوم المباراه. ما فيش حد يا جماعه في المحفل ده الا اذا كان هو اللي عايز يهرب، كان هرب من قبل، من قال لهم وانا في التمرين. ايه اللي يخليه يستنى الماتش؟ الحقيقه يعني علي معلول بشخصيته دي جدا، بشخصيته بخبراته والمتانه، حتى شخصيته شخصيه متينه بجد. في كل الظروف هتلاقيه لاعب عنده شخصيه كبيره في الملعب، وده كابتن ضياء ركز في دي يعني. طبعا. وبعدين بالمناسبه، ما هو اللي اتحرك ناحيه الشمال ايمن اشرف شخصيه ولا اقوى. قلت لكم قبل كده يعني الجمهور اللي كان بيتحامل على ايمن اشرف في الفترات اللي فاتت يا ريت يكون وعى الدرس دلوقتي. لا بقى دي لانه تاخدنا لايه بقى؟ عملته ايه في محمد هاني اللي اتضح انه كان بيلعب مع على لعيب ده؟ شفناه في الدحيل عمل في الراجل اللي قدامه ايه؟ ايوه. طب مين نجم الماتش في وجهه نظر واحد من افضل لعيبه الاهلي في الماتش؟ من وجهه نظر المنافس. ده هم ده الراجل اللي بيلعب عليه هو اللي راح له جاي من وراه طلب تبديل الفانيلا معاه، والتعليقات كلها معظمها كانت تحيه محمد هاني. لا هاني، وانا قلت لك من 3 4 ايام قلت لك هاني هو الافضل في ناحيه اليمين في مصر، مفيش حد افضل منه. كفايه بقى ان احنا نتصيد للناس اخطائها ونعيش بافكار مختمره في ذهننا، مع اول غلطه نحسب. مفيش لعيب مدافع، مفيش حد محدش جه منه، مفيش لعيب يعني ما كانوش غلطه دفاعيه، والا ده يبقى مين ده؟ هتقولي مين ده؟ ده اللي هم اتنين ابرز مباراة، لا في رايي ولا في رايك، في راي الكابتن خالد بيومي. نشوفه. كابتن خالد، مين في لعيبه النادي الاهلي النهارده انت حسيت انه عمل كل اللي عليه؟ يعني مين اللعيبه العلامات النهارده في الاهلي؟ اتنين. محمد هاني وجهه نظره ان لعب على اتنين لعيبه اعوذ بالله من غضب الله ما عندهمش رحمه في الكوره. واحد كان جيسلو كومان والتاني جنابري كان بيحاول عليه. بصراحه الولد عمل مباراه اكثر من رائعه. انا كنت خايف يعني، انا شخصيا كنت خايف من محمد هاني. محمد هاني النهارده كان يعني اعظم من اي لعيب موجود في الملعب، كان هايل وكان بيقوم بدوره الهجومي وكل حاجه.
اي فرقه في العالم بتبقى عامله حساب لليريو الثاني اللي نزل في الشوط الثاني، بتعمل حساب لكينجسلو كمان كومان الولد الفرنسي اللي موجود الاسمر، وبتعمل حساب لجنابري، وعندك كمان الفونسو دافيز الولد الباك ليفت بسم الله ما شاء الله عنده امكانيات عاليه جدا. وبالتالي الله يكون في محمد هاني لانه عمل دور ممتاز جدا. النقطه الثانيه هي ايمن اشرف، لما تنقل لعيب قلب دفاع وتلعبه باك ليفت ويكون بالشكل ده وبالاداء ده وبالقوه دي وبيلعب كمان على ليرو سانيه وعلى كينجسلي كومان بعد الوقت لما كان بروح هناك وبافارد الباك رايت، اعتقد ان ايمن اشرف كمان يتحط عليه 100 علامه صح لانه فعلا اداءه كان اكثر ممتاز. وبالتالي الاثنين دول وجهه نظري اتحملوا عبء كبير واداء عالي، وكمان مش دفاعيا بس ولكن هجوميا شفنا هاني كتير قدام، ايمن اشرف شفناه كتير جدا. وبالتالي بنتكلم على اثنين عملوا مجهود كبير، عملوا لا يقل عن 10 11 كيلو في المباراه امام فرقه كبيره جدا زي الطير، عندها سرعه اطراف، عندها لعيبه عمق ممتازين، عندها وسط ملعب اكثر من رائع. فبالتالي الاثنين دول هخصهم بالذات، اثنين كبار جدا في المباراه، احييهم من كل قلبي ولازم جمهور الاهلي يحييهم كمان ويشيد بيهم. الكابتن خالد بيومي اتفق معانا، والله انا ما سمعته، اتفق ان هاني وايمن اشرف يعني هم الابرز في هذه المباراه. انا بختار يعني طبعا مجموعه الدفاع كلها الحقيقه، لكن دول بالذات، وخصوصا محمد هاني اللي تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه البايرن، وفي الدحيل نفس الشيء تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه الدحيل. هاني وايمن بسم الله ما شاء الله عليهم، يكتسبوا الخبره والنضج ويا رب كده التوفيق المستمر. الحقيقه بدري بنون كمان عمل مباراه كبيره جدا، واللي كان اضافه قويه جدا ياسر ابراهيم لما اتحرك ايمن اشرف للناحيه الشمال، ياسر كان اضافه كبيره جدا في المنطقه دي طبعا. فبقيت انت عندك اربعه في الخط الخلفي كلهم اقوى من بعض في حته حتى الضغط والرقابه. والحقيقه ياسر يحيي على شخصيته انه صحيح يغيب وعندما يستدعى يكون في الموعد في المستوى. فيعني لازم نحييه، مفيش حد قصر، كل واحد بذل المجهود اللي عليه وفقا لظروف المباراة. اللي الأهلي لما خسرها 2-0 ما ينفعش تحفل عليه، مش الأهلي اللي يتحفل عليه، وده مش كلامنا، ده كلام الأستاذ عمرو أديب. نشوف حد النهاردة بيفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف، يعني ما عندكش أدوات تحفيل. طبعا هو المفروض ده ما يحصلش في أي حال من الأحوال، لكن لا يستطيع أحد أن يحفل على الأهلي النهاردة. اللي تقدر تعمله النهاردة إن أنت تقول إن الأهلي لعب مباراة جيدة جدا، خاصة في الشوط الثاني، روح عالية جدا، هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا نعرفها. مش الاهلي اللي يتحفل عليها يا باشمهندس، الاهلي كان بيلعب فريق بالمليارات. والله لا الاهلي ولا غير الاهلي. موضوع التحفيل ده تفاهه. وانا بشوف ان موضوع التحفيل ده يعني ملوش دعوه بالرياضه خالص، دي ناس قاعده عايزه تضايق بعضها وخلاص. لكن هو لما يتكلم على التحفيل لا انا معاه، لان التحفيل ياتي من نقاد، ياتي من مقدمين برامج، ياتي من اعلام. ده انت تندهش من الناس اللي خلاص تاجرت بالتحفيل. يعني مش معقوله ان كل يعني قيمتك وانت يعني منهم اللعيب الجميل الفاز ومنهم الناقد المخضرم، وبعدين كل قيمته تنحصر في افيه يعمله ولا تحفيل علشان يسمع ويبقى ترند. يعني احنا وصلنا للمدرسه الشعبانويه، خلينا نقول ان دي المدرسه الشعبانويه بالنسبه لشعبان عبد الرحيم، مهرجانات لشعبان عبد الرحيم. يعني لا واي يعني كلام في التوهان يسمع والناس تنبسط منه، يعني ده تحفيل مهرجانات زي اغاني المهرجانات. بس يعني فانا معاه، مش الاهلي اللي ما ينفعش، وخصوصا الاهلي، يعني عايز اصيغها كده يا جماعه، ما ينفعش نحفل على حد بذل غايه الجهد وبيؤدي وهو في مكانه لم نصل اليها، فنحفل عليه لا هو ولا غير. واللي في مكان الاهلي يكون في الموقف ده ما ينفعش يتحفل عليه. مش الاهلي. مش الاهلي طبعا. طب امال الزميل ابراهيم فايق رايه ايه؟ اللي حصل من الاهلي ده ايه؟ نشوف. مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. فوارق كبيره لازم تقف عندها.
ولكنه من ناحيه اخرى مع هذه الفوارق محدث انت حاجه بتتكلم على فريق بمليارات بالنادي الاهلي فريق زي بالظبط البلاي ستيشن كده لما بتكون بتلعب الكمبيوتر الاهلي كان بيلعب الكمبيوتر بتاع اللعبه انت متخيل ولا ولذلك لم يكن منتظرا من النادي الاهلي اي شيء غريب يعني ما كنتش مستني من النادي الاهلي ان هو يعمل اي حاجه زي انه مثلا يكسب البايرن انت كنت عندك امنيات لكن على ارض الواقع مباراه صعبه من اول دقيقه باين في فوارق كبيره على فكره الفوارق دي هي الفوارق ما بين الكوره في اوروبا والكوره في افريقيا هي دي الفوارق الحقيقيه اللي الناس لازم تاخد بالها هي دي الفوارق مش مجرد فوارق ما بين فرقتين بيلعبوا بعض لا 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 فوارق في حاجات كتير جدا جدا على مدار سنوات طويله فلما ترصدها النهارده قدام عينك بهذا التباين في مواجهه رسميه ما بين بطل اوروبا وبين بطل افريقيا طبيعي يكون ده ولذلك انا شايف انه خساره الاهلي في ظل الفوارق ديت هي نتيجه طيبه فالحقيقه اداء النادي الاهلي وانا شايف فكره الهجوم على موسيماني فكره غير مبرره الحقيقه مش عارف يعني هات اي مدير فني مسكه فرقه النادي الاهلي وقول له اعمل حاجه قدام البايرن هيعمل ايه انا شايف ان الراجل لعب المباراه وفقا لامكانياته ما كانش حد هيرحم موسيماني لو الاهلي طلع مغلوب له 6 ولا 7 ولا ها مش حد هيرحمه يعني الاستاذ ابراهيم فاي بقى ذكر ان الاهلي يعني كان بيلعب الكمبيوتر يعني في اشاره الى اسلوب وميكانيزم وتكوين هذا الفريق اللي انا بيتهيألي بيغمض عينيه ويلعب يقدر يغمض عينيه هيلعبوا برضه حاسين ببعض في كل خطوه صح حاسين ببعض خالص 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 يعني مستويات عاليه جدا 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 فقال يعني اللي كان بيطالب موسيماني بهجوم ومش عارف ايه وده في الفانتازيا بس لانه لو عمل كده كان من راي ابراهيم واتفق معاه ان ما كانش حد هيرحمه بقى لو يعني شال نتيجه تقيله فانا متفق على طيب ده راي الزميل ابراهيم فايق ما نقدرش نجيب ابراهيم فايق من غير ما نجيب سيف زاهر عشان نكون على مسافه واحده بين الاثنين فجبنا ابراهيم فايق لازم نجيب الزميل العزيز سيف زاهر وسر عظمه الاهلي في ايه نشوف ليس حقيقه النادي الاهلي النهارده من وجهه نظري وعندنا حديث كبير جدا عن الفنيات ادى مباراه جيده امام البايرن من الاهلي كان ممكن النهارده يكسب اكيد في فروقات كبيره في المستوى قدر النادي الاهلي الشوط الثاني ان هو يمسك كوره قدر ان هو يلعب بارتياحيه وقدر ان هو الحقيقه يعمل شوط جيد الخساره بهدفين كل الناس امبارح اتكلمت وقالت البايرن الخساره الناس قلقانه النهارده ان احنا نخسر اهداف كتيره جدا جدا انا شايف النهارده النادي الاهلي خرج بشكل جيد ومن وجهه نظري ثاني وثالث ورابع ان ليس في الامكان افضل مما كان ده ما يخص لعيبه النادي الاهلي اللي كلهم النهارده بيتصدروا على تويتر ترند كلهم باساميهم والحقيقه ان هم عاملين في البطوله حتى الان بشكل عام اداء جيد وكل جمهور الاهلي النهارده بيقول للعيبه النادي الاهلي شكرا رجال النادي الاهلي ايه سر عظمه النادي الاهلي عظمة النادي الأهلي أقدر أقول لكم النهاردة إن هي بجمهوره العظيم اوعوا عمركم تقلقوا عن النادي الأهلي طول ما عنده جمهور عظيم زي اللي موجود ما أقدرش أقول النهاردة اللي موجود في مصر اللي موجود في العالم كله باشمهندس سيف زاهر يرى إنه سر الأهلي في عظمة جمهوره ده في الآخر لكن قال كلام مهم جدا يعني قال إنه الأهلي أدى أداء طيب لم يكن في الامكان ابدع مما كان هو واتفق مع الاستاذ ابراهيم في هذا الكلام وقال ان الجماهير راضيه عن فريقها وفخوره بيه ويعني بقى كل الاهلي ونجومه ترند فده اللي انا عايز اقوله بقى عشان قبل ما نختم ان يا جمهور الاهلي الجميل ما تخليش حد يسرق فرحتك حيله مكشوفه ما تخليش حد ياخدك لمنطقته انت في حته تانية ابراهيم
محدش ياخدك لمنطقته لانك بتحب نادي مش اي نادي، ده نادي بجد زين النوادي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى سفيرا للكره الافريقيه في العالميه وبطلا شامخا دائما، ونسيبكم مع زين النوادي تحيه واجلالا، وتصبحوا على خير.